أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسرور وسعادة يا رب. راح أسوي معاكم هذا الحلى. طبعا هذا الحلى سوته صديقتي نهلة وشهوتنا عليه صديقتي منيرة. راح أسوي معاكم هذا الحلى. طبعا هذا بسكوت البقر وحلاوة البقر والبيكن دماغ البقر الدعوة كلها بقر بقر. أمزح طبعا. وهنا حليب الجاموس حليب مبخر، وعندنا الشوكولات المصنوعة من حليب البقر، وعندنا طبعا ملح خشن ولون ذهبي اختياري، او ممكن تحطين زعتر او ممكن ملح خشن او اي شيء تحبين تحطينه للزينة. المهم ان صديقتي مدحت في هالحلى لحد ما قطرت سعابيلي ورحت وشريت اغراضه. فالحين راح نبدا نجهز اول شيء الكراميل، وبصف انا البسكوت بصف البسكوت وبجهز الكراميل لان الشغل يحتاج سرعه شوي. جهز الكراميل اللي هو طبعا تحطين الكراميل الجاهز، بس اكيد بهذا بيكون قلب، وبنحط عليه شوي بس، بنحط شوي بس حليب مبخر بس يكفي. نحطه على النار ونخليه يذوب، خليت الحرارة متوسطة. صديقتي منيرة تقول خلي فيه شوية حثاريب، لا تخلينا كذا مرة سايل. أما نهلة سوته كراميل سايل، عاد وقتها نشوف. يا جماعة الخير حثرب على قولة منيرة. المهم إذا تحبين تضيف يكون كراميل مملح حطي شوية ملح خشن، لا تكثرين. شوفوا يا جماعة بعد شوية يبيله. الآن اللي راح نسويه بنحط هنا كراميل على كل قطعة، اشتغلي كذا شوية بسرعة. بتحطين عليها حبة البيكن، فجبت العاملة معاي تساعدني أنا أحط هذا وهي تحط البيكن. دقيقة كذا يلا نحط. صفيتهم عشان يكون أسرع لي. ما شاء الله تبارك الله خلصت المجموعة. تقريبا أنا سويت كمية قليلة، يعني سويت 3 مغلفات بس من البسكوت على تقريبا، بكتب لكم كم بالضبط سويت، ممكن حوالي 20 حبة حلاوة البقر. مع بصور واحدة على السريع الحين وبكمل الباقي على راحتي. فرح اللي بسويه باخذ هذه وبغطسها بالشوكولات زي ما انتم شايفين، بعد كذا راح اشيلها وانفض يدي بهذا الشكل عشان اطيح الشوكولات الزايد زي ما انتم شايفين. قاعدة اطق يدي بس علشان نطيح الشوكولات الزايد، ونحطها على ورق الزبدة كذا ونخليها تبرد. راح ادخلها الثلاجة بعدين، خلوني اكمل الباقي كله. هذا نعيد لكم تصوير واحدة. ندخلها الثلاجة ونبخها بخاخ الذهب، بس ممكن قبل ما ادخلها الثلاجة اللي حابة تضيف شوية زعتر زي ما أنا سويت هنا على بعض القطع اللي أنت حابتهم، أو تضيفين ملح خشن على كم حبة، بس الباقي ما نسوي كثير بس عشان أحط لكم خيارات، أو تحطين فوقه بسكوت لوتس مفتت أوكي، بس بحط على الباقي أنا الذهب. أدخل الثلاجة الآن تقريبا حول 10 دقائق ربع ساعة، بس أبغاها تتماسك قبل التزيين والتقديم. علينا وعليكم بألف عافية. التزيين اختياري زي ما قلت لكم، في شيء حطيت عليه زعتر او ملح اللي تبين، وفي عندي بخاخ الذهب او بودرة الذهب. راح نبخ بهذا الشكل عشان يعطي بس منظر وديكور حلو. هذا هو شيء حطيت عليه زعتر، اتوقع بيطلع بالزعتر دمار مع الكراميل المملح. اوف اتوقع بيطلع دمار. أكيد قبل جلسة التصوير حصة تتذوق أكيد يعني. لذاذة يا جماعة، لذاذة مو عادية وكيوت وسهل. يلا يلا القهوة القهوة. الحين
الحين فقرة أصفهم. اخترت هذا الوعاء، بحط هنا اللي بالذهبي، وبحط اللي بالزعتر بحطه هنا في الثانية.